ثوابك هيبقى قد ايه لو قدمت الارمله ومعاها اطفال ايتام وصلت ميه بدل ما هم عايشين من غير ميه نظيفه؟ تفتكر ثوابك هيبقى قد ايه لو دخلت لهم كهربا؟ تفتكر ثوابك هيبقى قد ايه لو عملت لهم سقف؟ كفايه مساعدات نقديه بتروح، عايزين خدمه حقيقيه بتدوم. العبره في الزكاه والصدقه، مش انك تدي فلوس وتريح نفسك، المهم نتيجه زكاتك وصدقتك هتبقى ايه. شارك في مشروع اقفل قريه فقيره في الصعيد، جمعيه الاورمان. كل جنيه انت بتتبرع بيه بيعمل خدمه كبيره لاسره بتعيش عليه. جمعيه الاورمان، اتصل ب 19455 يوصل لك مندوبنا لحد باب البيت. وبنأكد تاني، شارك في مشروع اقفل قريه فقيره في الصعيد.